أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول: ما حكم الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ صلاة المنفرد خلف الصف لا تخلو من حالين: إما أن يكون قد جاء وقد اكتملت الصفوف ولم يجد سعة في صف يدخل فيها فصلى خلف الصف مقتديا بالإمام بعد أن بحث ولم يجد، فصلاته صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بحث فلم يجد مكانا في الصف يدخل فيه فصف وراء الصفوف، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. وأما الذي يأتي خلف الصف ويقف خلف الصف مع الإمكان أن يجد مكانا في الصفوف أو يكمل صفا في الأطراف، فمن صلى ولم يبحث فصلاته غير صحيحة لحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالمسألة تعود إلى الاجتهاد في الوقوف في الصفوف مع الجماعة وعدم الاجتهاد في ذلك، فمن قصر ما صحت صلاته خلف الصف، ومن بذل جهده ولم يجد مكانا في الصفوف فصف وحده فصلاته صحيحة. هذا قول رجحه ابن تيمية رحمه الله. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة.